بس الحقيقة في مواقف برضو في الثانوية العامة، زي ما الناس بتبقى فرحانة في ناس بتبقى زعلانة، وفي ناس بتبقى حاسة انها ما خدتش حقها او ان ما كانتش موفقة في الامتحان، وان هي ممكن تستاهل اكتر. يمكن ده بيرجعني لفكرة ان في ناس هتروح انها تعمل تظلمات، لكن اللي بيبقى لافت للانتباه وكلنا نقف عنده هو صفر الثانوية العامة. صفر الثانوية العامة يمكن احنا سمعناه النهاردة مرتين، في فارس علي محمود ده من محافظة الدهلية وكانت درجاته صفر في الثانوية العامة. الطالب طبعا بيطلب انصافه من وزير التربية والتعليم، وهو ازاي جاب صفر؟ بس خلونا نروح نشوف فارس وايه اللي حصل معاه في الامتحانات. فارس ازيك؟ السلام عليكم. لو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فارس؟ الحمد لله كله تمام. فارس انت ما كتبتش حاجة خالص في الورقة؟ لا كتبت. شوف اللي حصل مش ملوش دعوه بالكتابه وملوش دعوه باي حاجه. اللي حصل كان الجو حر، كان ايام ما كان الجو مثلا الحركه 50 49 وكده. كويس حلو. فهم بيوزعوا البابلت شيت وكده، فانا سنت عادي، سنت على البابلت شيت. ايه اللي حصل في البابل شيت يا فارس؟ حلو، سنت عليه عادي وانا كانت ايدي عرقانه وكده. سندت على الورقه. اوكي. فالمهم فهي انت عارفه المهم بتيجي على الورق بيبوش، يعني تمام. بيبقى فيه بيزيد كده. المهم انا قلت، فانا كلمت المرة قلت له بعد اذنك ممكن تغير لي الورقه؟ قال لي، هو في الاول قال لي لا او كده، وبعدها ب10 دقائق راح مغيرها لي. حلو كويس. بعد ما غيرها لي راح قال لي انا همتحنك لجنه خاصه بره. قلت له طب ممكن بعد اذنك انزل الحمام طيب اغسل ايدي ووشي عشان انا كنت عرقان. قال لي اتفضل. رحت نازل وجاي طلبت منه مناديل عطاني، رحت ماسح وشي وايدي وكده عادي وقعدنا. مفيش 10 دقائق ربع ساعه راح مدخلني تاني اللجنه بتاعتي. ماشي. فدلوقتي انا مفيش اي حاجه ان هي تدل مثلا ان انا عملت مشاغبه ولا اي حاجه، يعني مثلا ما جاش عمل لي محضر غش، ما جاش عمل لي محضر مثلا. ايوه بس يا فارس انت بتتكلم على ماده واحده على يوم واحد، وانت كل ماده كان بيحصل لك كده؟ لا 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 انا كنت بمتحن عادي، بس هو لما انا هحكي لك في الكلام اهو. هتعالى لي في الكلام قول لي عشان انا عايز افهم موضوع الصفر بتاعك ده يا فارس. حلو حلو. المهم لما انا دخلني جوه اللجنه امتحنت عادي زي زمايلي. جالي مثلا اخر ساعه في الفرنساوي، كانت ماده الفرنساوي. جالي رئيس الدور قال لي ممكن تنزلي المكتب تحت بعد ما تخلص. قلت له في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا ممكن، بس احنا عايزينك في المكتب. قلت له خلاص ماشي. هخلص واجي لك. المهم انا كنت بصراحه رافض ان انزل له، ولا هو كان متاكد ان انا مش هنزل له. المهم هو بعت لي اللي كان واقف على البوابه يجي ياخدني ينزلني المكتب. حلو. ونزلت عادي المكتب ورحت له. قال لي انت اللي مقطع الورقه، كان عايز يمضيني ان اقطع الورقه في الاول. حلو. هي الورقه اتقطعت ولا اتبلت من العرق يا لا فارس؟ لا اتبلت من العرق والله. دي ما اتقطعت، دي ماده الفرنساوي. ايوه دي ماده، دي واحده. ايوه بالظبط. هو انت جبت صفر في الفرنساوي ولا جبت صفر في نتيجه الثانويه؟ في كله عاطيني الصفر، عاطيني الملغي، المواد ملغيه. هو بس انت حضرت المواد؟ حضرت. يعني انت عشان اللي حصل في ماده الفرنساوي فانت اتلغى لك كل الامتحانات. بالظبط. طيب العربي، مش انت العربي ده كان قبل الفرنساوي؟ كان قبل الفرنساوي. طب فين درجته؟ عاملين لي كده برضه، ما انا مش عارف، ما ده اللي انا بقى بسال عليه، ده اللي انا بستفسر منه. فارس انت جبت كام في ثانيه ثانوي؟ كنت جايب كام يا ماما؟ لا انت ناسي، كنت جايب كام يا فارس؟ كنت في السعوديه، كنت بذاكر اونلاين. كنت جايب ممكن كنت ناقص 40 درجه. كنت ناقص 40 درجه عن المجموع الكل. طب قول لي بقى انت بعد كده دخلت الامتحانات عادي؟ عادي، ومفيش حد قال لي مثلا معمول لك محضر، لان هم في المكتب قعدوا يقول لي كان حواليا 5 مدرسين. واللي كان هو بعتني ياخدني في حاجه هتضرني لا، وقعد يقول لي امضي عادي. هم قالوا لي ايه، احنا مش هنضرك، هم هي هتضر لو ما مضيتش، احنا اللي هنضر. قلت انت مضيت على ايه يا فارس؟ مضيت على ايه؟ هم مضوني ان انا اقطع الورقه، بس انا ما قطعتش ورقه. ورقه الايجاب. ورقه الاجابه انا ما قراتش غير البند الاولاني، ان انا قلت كنت معترض جدا، بس هو قال لي دي حاجه لنا احنا مش حاجه تضرك. قعدوا بقى يسيسوا فيا زي ما بيقولوا. قلت لهم خلاص رحت ماضي. هم بقى ما تخافش مش هنضرك، انت زي اخونا وابننا وكده. قلت لهم خلاص ماشي. ما بقى ما حدش قال لي مثلا انك انت هتشتغل، ما حدش قال لي مثلا عشان اخد مثلا حظ، يعني تحذير من اللي حصل. يعني اكلم مثلا مع حد كبير مثلا، حتى قلت له مثلا اديني التليفون اكلم حد كبير استفسره مثلا في البنود المكتوبه. ودخلت باقي المواد كده تمام، وبعد كده قضيت باقي المواد بتاعتك تمام. انت ادبي ولا علمي؟
انا علم علوم. علم علوم، لكن امتحنت باقي المواد بتاعتك عادي ومحدش كلمك عادي وكانت دنيتك ماشيه. بالظبط، حتى جه اخر يوم او اخر ماده جه واحد مش عارف هو رئيس الدور ولا حتى انا، قال لي في واحد هيقعد معايا سنتين هنا، بس انا ما يوجهليش الكلام، يعني ما قاليش انت يا فارس كذا كذا. اه هم قالوا لك كده. طب انا عايز اسالك، انت تواصلت مع حد في وزاره التربيه والتعليم؟ انا اتواصلت اه، وبس بعتوني الكنترول، لقيت المحضر المكتوب في الكنترول ان انا قطعت ورقتي وسبت اللجنه ومشيت، وبعد كده رجعت امتحان. في واحد هيسيب اللجنه ويمشي يخرج بره المدرسه ويرجع تاني؟ يعني هم حاطين امن، مش حاطين امن مثلا. طب بص يا فارس، يعني احنا يعني بنضم صوتنا لصوتك وبنناشد وزاره التربيه والتعليم ووزير التربيه والتعليم ان هو ينظر لحاله فارس، وانت لو ليك حق تاخده، يعني لو انت زي ما انت بتقول ان انت كنت مشكلتك في ورقه الفرنساوي بس، فخلينا نبص لده. فاحنا معاك، انا بشكرك جدا يا فارس، وهتابع معاك من خلال صاله التحرير ايه اللي ممكن ان هو يتعمل في حاله فارس. بس زي ما قلت ان احنا بنناشد الحقيقه وزير التربيه والتعليم محمد عبد اللطيف ان هو يعني ينظر في حاله الصف، لان كمان في حاله تقريبا، فخلونا نشوف هو ايه اللي حصل، ولو له حق يعني ياخدوا، لو في روح القانون تتعامل، لان في النهايه ده مستقبل طالب من طلابنا وابنائنا، وبالتالي